بعضنا كلنا. شرفتينا يا بطلة. شرف ليا ان انا اكون اول مصرية او عربية اعمل النتيجة دي، وده لسه يعني اول المشوار. في دعم وفي تشجيع وانا مبسوطة الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي يكون اقوى كمان. بدأت احط خطة لطوكيو 2020 وان شاء الله اعمل حاجة احسن. حاجة يعني طبعا تبسطني يعني ان اجيب كاس لمصر وميدالية لمصر. شكرا بجد الاستقبال ده يعني شجعني كتير قوي. يلا يا خالد، الناس دي مستنياكي من الصباح. فريدة سافرت أمريكا بقالها 4 سنين، وهي أصلاً كانت مسافرة وكانت عاملة نتائج جامدة، يعني كانت واخدة بطولة بتاعت الجونيور اللي هي يعني واخدة جولد ميدال، يعني الميدالية الذهبية في بطولة عالم للسباحة الناشئين. بعد كده سافرت أمريكا 4 سنين، وبعد خلصت الحمد لله جامعة، والنهاردة الحمد أو من يومين عملت أحسن إنجاز تاريخي في مصر، اللي هو عملت ميدالية برونزية في كأس عالم أو في بطولة عالم للسباحة. هو كان في دعم معنوي ودعم مش مادي قوي بس، وهي فريدة في جامعة ممنوع إنها تاخد فلوس من حد، فاهم قصدي إيه؟ بعد ما تتخرج بقى هنشوف بقى الدعم هيبقى عامل إزاي إن شاء الله. بس